وش قصة ايرور 1001 في روبلوكس؟ في الفترة الأخيرة ادعى أشخاص أنهم طلع لهم هذا الايرور، مثل هذا الشخص اللي طرده من اللعبة وقال له ذا الكلام. تم رصد جهاز آخر يلعب في نفس الحساب في هذا المنزل. إذا كنت لوحدك اتصل على الشرطة أو اختبئ. الصراحة أنا ما أدري من أهل هذا الايرور صحيحة أو مجرد خرافة، لكن أكثر من شخص ادعوا أنهم طلع لهم هذا الايرور وبدأ يهددهم.